بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك. وقفنا في الحلقة السابقة عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بعد ذلك نجد الآيات السابقة فيها نهي: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ده نهي ولا أمر؟ نهي. لا الناهية: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار. أمر تكرر مرة ومرة، وأطيعوا الله والرسول المرة الثالثة. يبقى الأمر النهي جاء مرة واحدة، بينما الأمر جاء كم مرة؟ ثلاث مرات. كأن سائلا سأل وقال: يا ربنا نهيتنا عن أشياء وأمرتنا بأشياء، ما هي الأشياء التي تأمرنا أن نسارع بعملها؟ واضح السؤال؟ كأن سائلا سأل وقال: يا ربنا أنت أمرتنا بأمور ونهيتنا عن أمور، فما هي الأمور التي نسارع بفعلها وبقولها؟ ما هي؟ جاءت الآيات بعد ذلك. الآية رقم 132، ويقول الله سبحانه وتعالى فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. طب من هم المتقون؟ من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ما أجمل القرآن الكريم، وما أكثر الأدلة التي تدل على أن هذا القرآن من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظروا إلى التسلسل. الحلقة الماضية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كأن سائلا سأل وقال: وإلى أي شيء نسارع؟ إلى أي شيء نسارع؟ فجاءت هذه الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني أيها المؤمنون ابتعدوا عن الربا، وابتعدوا عن كل ما يشبهه، وابتعدوا عن الرذائل، وابتعدوا عن الأمور التي نهاكم الله عز وجل عنها. وسارعوا، نسارع إلى أي شيء؟ إلى مغفرة من ربكم. طب مغفرة ربنا تأتي من أي شيء؟ لابد تأتي المغفرة عندما
نحافظ على فرائض الله، عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، عندما نؤمن بالله عز وجل إيمانا صادقا، عندما نؤدي ما كلفنا الله تعالى به. القرآن الكريم يقول ورحمتي وسعت إيه؟ طيب فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها لمن؟ الآيات اللي في سورة الأعراف، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم عن آياتنا إيه؟ والذين هم بآياتنا يؤمنون، وهكذا. هنا نسارع إلى مغفرة من ربنا. طيب نسارع عن طريق إيه؟ عن طريق النوم؟ لا، لازم عن طريق العمل، لازم عن طريق بذل الجهد، لازم عن طريق العبادات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. المغفرة معناها إزالة الذنوب، محو إيه؟ الذنوب. تقول أو ستر هذه الذنوب، سترها بحيث إيه؟ لا توجد. أصل كلمة مغفرة دي جاية من الفعل غفر، وغفر بمعنى إيه؟ ستر. ولذلك يقال غفر الزارع زرعه، يعني إيه؟ يعني غطاه، غطى إيه؟ البذور اللي هو زرعها في الأرض إيه؟ غطاها علشان تنمو، لأنه لو ألقى البذور هكذا دون أن يغطيها مش هتنبت. فالمغفرة، لفظ المغفرة معناه الستر، الستر. غفرت لك ذنبك، يعني إيه؟ يعني سترته عليك، وأصبح هذا الذنب كأنه إيه؟ غير موجود. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سارعوا إلى القول وإلى العمل الذي يؤدي بكم إلى أن يستر الله عنكم إيه؟ سيئاتكم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا أيضا إلى جنة عرضها السماوات وإيه؟ والأرض. طب هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. أحد الناس سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، أمال الكون بقى يبقى إيه؟ في الحديث النبوي الشريف نقرأه لكم: قال الإمام ابن كثير، بنحب نقرأ النص علشان يعني يكون نص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن هرقل ملك الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يقول له فيه: يا محمد، إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ لما جن عرضها إيه؟ السماوات والأرض، فأين النار؟ هرقل اللي بيرد على الرسول ده كما قلنا ملك الروم، أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت، أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة يقول له فيها: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وأعدك بجنة عرضها السماوات وإيه؟ والأرض إذا أسلم. فهرقل يبدو إن مش متصور الجنة، فكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإذا كانت كذلك فأين النار؟ أين مكان النار؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ أنت بتسألني فأين النار؟ طب وأنا بنسألك
أين الليل إذا جاء إيه النهار، أو أين النهار إذا جاء إيه الليل. واخدين بالكم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض؟ أحد الناس بيسأل الرسول: فأين النار يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار؟ يعني إذا جاء الليل ستر بظلامه إيه الكون بأكمله. بيسأل بيقول له: فأين إيه النهار؟ فهذا هو الرد المنطقي. فهرقل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تعدني بجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا كان الأمر كذلك فأين النار؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الشريف: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء إيه النهار. ويقال بأن هرقل هذا له قصة طويلة في صحيح البخاري، كان سأل أبا سفيان 10 أسئلة عندما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه إلى الإسلام، فهو أرسل جنوده وقال لهم: ابحثوا لي عن جماعة يكونون من مكة، أتوا للتجارة. فصادف أن أبا سفيان ومعه جماعة كانوا موجودين في ذلك الوقت للتجارة، فأخذوا إليه. فهرقل سأل أبا سفيان حوالي 10 أسئلة، من بين هذه الأسئلة: كيف نسب محمد فيكم؟ أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ هل حاربتموه؟ حوالي 10 أسئلة، وفي كل مرة أبو سفيان يجاوب. ففي الآخر قال هذا الرجل: إن كان الأمر كما تقول يا أبا سفيان، فإن محمدا سيملك موضع قدمي هاتين. واختلفت الروايات فيه هل أسلم أم لم يسلم خلاف، لكن الرجل كان رجلا عاقلا وسأل أسئلة، هذه الأسئلة أخذ منها أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ هيئت لمن؟ للمتقين. والمتقون هم الذين يصونون أنفسهم عن كل ما لا يليق. أصل لفظ فلان تقي، يعني إيه تقي؟ ده جاي من الفعل وقى، من الفعل إيه؟ وقى. تقول: أنا اتقيت الله، معنى صنت نفسي عن أن أفعل شيئا حرمه الله، لأن الفعل وقى ده جاي من إيه؟ من الوقاية. فمعنى أعدت للمتقين يعني أعدت للذين يصونون أنفسهم عن كل ما لا يليق. والتقوى تكررت في القرآن الكريم 10 مرات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. ولباس التقوى ذلك إيه؟ خير. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تكرر الحديث عن التقوى في 10 الآيات القرآنية. فهنا نجد القرآن يؤكد هذا المعنى: هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة التي تؤدي أو يصل إليها من يتقي الله،
هذه الجنة لم يهيئها الله عز وجل للناس جميعا، وإنما هيأها لمن؟ للمتقين. كأن سائلا سأل وقال أيضا: ومن هم المتقون؟ ومن هم إيه المتقون؟ عدوا الصفات وراي. الصفة الأولى من صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه الصفة الأولى. السراء يعني في حالة الغنى، الضراء يعني حالة إيه؟ عدم الغنى. يعني هم إذا كانوا فقراء أيضا ينفقون على قدر إيه؟ ما يجدون. إذا كانوا أغنياء أنفقوا بصورة إيه؟ أكثر. هذه معنى في السراء والضراء، يعني يبذلون أو يعطون جانبا من أموالهم للفقراء وللمحتاجين في حالتي الغنى وفي وإيه والفقر. هذه معنى ينفقون في السراء والضراء، دي الصفة الأولى. الصفة الثانية: والكاظمين الغيظ. إيه معنى والكاظمين الغيظ؟ الفعل كظم يا أخوانا في اللغة معناه إيه؟ حبس. حبس، تقول كظم فلان قربة الماء، يعني إيه؟ يعني حبسها عن أن ينزل منها إيه؟ ماء. فمعنى والكاظمين الغيظ يعني والذين يكتمون غيظهم ويحبسون. والحديث النبوي الشريف يقول: ليس الشديد بالسرعة، يعني اللي يسرع الناس، إنما الشديد من يملك نفسه عند إيه؟ عند الغضب. هذه معنى والكاظمين الغيظ، يعني أعد الله جنة عرضها السماوات والأرض للذين ينفقون في السراء والضراء، وللذين أيضا يحبسون غيظهم مع قدرتهم على تنفيذه، مع قدرتهم على إيه؟ تنفيذه. هب أنك أنت وأنت رجل قوي وجاءك إنسان ضعيف وشتمك، القوي في استطاعته أنه هو يعني ينتقم من الضعيف ولا لا؟ ومع كل هذا، مع كل هذا قال له: روح يا أخي الله يسامحك، يلا. يبقى أدي معنى الكاظمين إيه؟ الغيظ، يعني هو لم يحبس غيظه عن ضعف، ده هو قادر، قادر على أن يؤدب المعتدي، قادر قدرة تامة، لكن يقول برضه ما دام أعطاني الله القوة وفي قدرتي إن أنا أؤدب هذا، لا لا لا، عفوت عنك، عفوت عنك. هذه معنى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ده تأكيد، لأن العفو لا يكون إلا عن إيه؟ عن مقدرة. العفو لا يكون إلا عن إيه؟ عن مقدرة. لكن العاجز اللي يعني مثلا بيعتدى عليه وهو ذليل، ده يبقى عافي عن الناس؟ لا. المقصود أولئك الذين في إمكانهم أن يؤدبوا من اعتدى عليهم، ومع هذا يعفون ويصفحون ويتنازلون عن حقوقهم ما دامت هذه الحقوق تتعلق بذواتهم. لكن إذا كانت الحقوق تتعلق بحد من حدود الله، تتعلق بحكم من أحكام الله، لا يجوز إيه؟ العفو. الحديث اللي احنا ذكرناه في خطبة الجمعة: هتشفع في حد من إيه؟ من حدود الله. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيه؟ يدها. الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في الغنى وفي الفقر. والكاظمين الغيظ، يعني الذين يحبسون غيظهم وهم عندهم القدرة على أن يدافعوا عن أنفسهم. والعافين عن الناس مع قدرتهم على تأديب المعتدي فهم أيضا يعفون، والله يحب المحسنين.
الصفة الأخرى أو الصفة الثالثة من صفاتهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هزلون من الكرم الإلهي. والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني إذا ارتكبوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، إذا ارتكبوا رذيلة من الرذائل التي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، يبقى لا يستمرون على ارتكاب هذه الرذيلة، وإنما في الحال يتوبون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني تذكروا قدرة من؟ قدرة الله عز وجل. أدي معنى ذكروا الله، ذكروا عقابه، ذكروا إيه؟ عقابه، ذكروا أنه عز وجل يجازي الذين أساءوا بما عملوا ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى. ذكروا الله فتركوا هذه الفاحشة في الحال. الآيات التي في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إيه؟ قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم. يبقى إذن نجد الصفة الثالثة من صفات هؤلاء المتقين أنهم إذا وقعوا في معصية من المعاصي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها لا يستمرون عليها، لا يستمرون عليه، وإنما يتوبون إلى الله، يقبلون على باب الله عز وجل، يطرقونه بشدة ويقولون الحديث النبوي اللي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد إذا أخطأ: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. معنى أبوء لك بنعمتك علي يعني أعترف لك بنعمتك إيه علي. أبوء بمعنى إيه يا أخوانا؟ أعترف. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا معنى قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله عز وجل أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يحشرنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.